قال وزراء المياه في أثيوبيا والسودان ومصر بعد محادثات إن الدول الثلاث التي تتقاسم مياه النيل تحركت في اتجاه إبرام اتفاقية لدراسة ما إذا كان سد النهضة التي تعتزم إثيوبيا إقامته بتكلفة 4 مليارات دولار سيعطل تدفق المياه لدول المصب. وامتنع وزير المياه الإثيوبي أليماهو تيغنو عن تقديم أي ضمانات حازمة بأن السد لن يؤثر سلبيا على مصر، وقال ردا على سؤال للصحفيين إن إثيوبيا تصمم كل السدود في البلد بأسلوب لا يضر بشكل ملحوظ بدول المصب. وزير الموارد المائية والري المصري حسام الدين مغازي: توافقت اللجنة بالاجتماع على اختيار قائمة مختصرة من 7 مكاتب استشارية دولية ذات سمعة عالمية ومشهودة لها بالكفاءة في إجراء الدراسات الفنية المائية والبيئية الاقتصادية والاجتماعية عالميا. ولكن على الرغم من مواصلة الدول الثلاث المحادثات، فإن بناء السد سيمضي قدما، وسيكون سد النهضة أكبر سد في القارة الإفريقية، ويهدف إلى توفير كهرباء بسعر رخيص لدول بعيدة مثل جنوب إفريقيا والمغرب. ويهدف المشروع الذي تقوم ببنائه شركة إيطالية إلى إنتاج 6000 ميجاوات من الكهرباء لمنطقة متعطشة للكهرباء. لكن هذا المشروع يثير قلق مصر التي تعتمد بشكل شبه كلي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب لسكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة. ويساور القاهرة قلق من أن السنوات اللازمة لملء خزان السد الجديد الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب سيقلص تدفق مياه النيل بشكل مؤقت، وأن تبخر مياه السطح من تلك البحيرة الجديدة الضخمة سيخفض تدفق مياه النيل بشكل دائم فيما بعد. وائل جمال، رويترز.